كانت علة العصابة على انسحاب السفير الجزائري من باريس في 8 فيفريي بعدما مواطنة فرنسية غادرت تونس إلى فرنسا بجواز فرنسي وساعدتها السلطات القنصلية الفرنسية في تونس لأن التوانسة حبوا يردوها للجزائر وهي ما عندها حتى وثيقة تثبت جزائريتها، ما عندها حتى وثيقة. فرنسية ستوب. طبعا غضبت العصابة ودارت منها حيحاية وما دات والو. أميرة بوراوي راهي في فرنسا تضحك عليهم وهما كلاو رواحهم بوريان وبهدلوا رواحهم بوريان بهدلوا رواحهم في الباطل يعني اكبر هزيمه لهم هما لرواحهم. الاميره بوراوي كانت معوله تخرج حس مس حد ما قال لحد ما راح تقلقهم ما راح هما اللي قلقوا رواحهم وجابوا تبادله لرواحهم. اليوم السفير سيمويسي رجع محبط راسو مطقطق الراس ورايح فرنسا يقول لهم راني جيت. الرجوع الى بيت الطاعه نعم العوده الى بيت الطاعه هاوليك سي خونا. وهذا على كل حال من السفارة الجزائرية مستقلوش بلي رانا لنا السفارة الجزائرية هي اللي نشرت تويت يقول أن السفير سعيد موسي تحدث اليوم مع السيدة آن ماري ديكوت الأمينة العامة لكي دورسي واللقاء كان فرصة لوضع يعني يتناقشوا على العلاقات الثنائية والبرامج الثنائية في إطار أجندة سياسية اتفقت عليها السلطات العليا للبلدين. يعني السيد رجع كلي ما كان والو يعني رجع كلي ما كان والو وصحافة بودورو ما قالت راهو رجع ولا راهو حتى كلي ما صرا والو ما يقولولناش باللي فرنسا راهي ردت أميرة بوراوي طردتها من بلادها من فرنسا وسلمتها الجزائريين ولا طلب هو سفير قال تسليم أميرة بوراوي كلي ما صرا والو لا تلاقينا ونتكلموا على ليزيشيونس الجايين وعلى الأجندة السياسية إهانة ما بعدها إهانة هذه إهانة ما بعدها إهانة شيء كبير إهانة كبيرة. علاش هذا الشيء هذا علاش هاد الشيء؟ احنا على بالنا باللي فرنسا تبقى الأم الحنون بالنسبة للعصابة الحاكمة في الجزائر والعصابة تتودد لفرنسا حتى ما تطلعشيهاش مش ما تطلعشيهاش ما تخليهاش قال لايا روحوا عليا مش ما تكوليش العصابة كانت تلقاها في فرنسا تكولي. دونك هاد العصابة هادي اليوم عاود رجعت لبيت الطاعة وما طلبتش عاود تسليم أميرة بوراوي. إذا لماذا هذا السفير تم سحبه لمدة شهر ونص وعاود يرجع لشهر وعشرين يوم لماذا تم سحبه وعاود يرجع؟
شفتوا ضعف الدبلوماسيه الجزائريه، ضعف العصابه اللي ما تعرفش واش والو في الدبلوماسيه. من المفروض قال هذه عندها تجاوز في راسي صحاليها، خلاص خرجت صحاليها. ربي يقدر خير بلادنا، ربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي ان شاء الله يستجيب لنا في هذا الشهر الفضيل، ويلطف بلادنا ويلطف منطقتنا ويلطف بلدان شمال افريقيا دول المغرب الكبير. ان شاء الله ربي ينزل الرحمه بنا ويلم شملنا بعد ما شتهونا هاد العرايا. ان شاء الله ربي يلم شملنا. تقبل الله صيامكم وصلاتكم وقيامكم وطاعتكم. صحبتكم، السلام عليكم ورحمة الله. عشرية وإحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا كاع الصواليا كي قلنا لهم مدنية. يسقط يسقط.